مختلف الوحدات الأمنية كلها الدور ديالها هي استتباب الأمن والتواجد الأمني بالقطاع بالمحاور وتسهيل حركة السير وتوفير السيولة اللازمة والتجنب كذلك الحوادث. إذن التواجد ديال السيارات ديال التدخل كيف كتلاحظوا العدد ديالهم يفوق 30 كياخذوا المواقع ديالهم جميع المحاور المداخل ديال مدينة الرباط. هادو دائما على أهبة واستعداد لأي تدخل طارئ. كذلك التواجد ديال السيارات الأمنية سيارات الإرشاد بمختلف محاور مدارات كذلك الرئيسية كيستعملوا الأضواء الوامضة لتنبيه المواطنين لتجنب السرعة المفرطة وكذلك تجنب الحوادث. كنلاحظوا دوريات ديال الدراجيين ديال الوحدة المتنقلة شرطة نجدة وعناصر ديال النجدات. هاد العناصر عندهم اتصال مباشر مع قاعة القيادة والتنسيق، التواجد ديالهم فعلي بالشوارع والمحاور الرئيسية لأي تدخل طارئ والاستغاثة والاستجابة كذلك النداءات للمواطنين عبر خط 19. إذا النجدات والدوريات ديال الدراجيين كيتواجدوا في القطاع، أي تدخل من بعد العمل الجاد ديال هاد العناصر الأمنية والتواجد ديالهم بالقطاع ولينا الحمد لله ما كنفوتوش 3 دقائق حتى 4 دقائق بالنسبة ما بين لحظة ديال النداء ولحظة ديال التدخل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.